على إثر حاجز نظامي بمفترق طرق البيوت بتاريخ 20/10/2019، تمكن عناصر فرقة فنون متعددة المهام المشرية التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالنعامة في إطار اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بشار وفي حدود الساعة 17:00 بتحقيق عملية نوعية في مجال مكافحة التهريب، تمثلت في حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بأكثر من 11700 وحدة مختلفة الأنواع كانت مموهة بلبنات إسمنت، بالإضافة إلى حجز وسيلة النقل المستعملة في العملية وتوقيف السائق. وقد قدرت قيمة الغرامة المستحقة ب 32,524,000 دينار جزائري، وهو الفعل الذي يشكل مخالفة جمركية منصوص ومعاقب عليها بموجب قانون الجمارك والأمر الرئاسي 0506 المتعلق بمكافحة التهريب، وعليه تم إعداد ملف وإحالته على الجهات القضائية.